احباء اليوم درت لكم جبت لكم واحد الاكله تركيه رائعه اصيله ديالهم من التراث التركي اللي كنسميوها المانتي او شيش برك. اذا ولكن هذا انا جبته بطريقه كيتونيه. اللي بغى يعرف شنو درت في المحتويات والطريقه ما عليه الا يدخل حالا الفيديو ويتابع معايا الطريقه ويشوف المقادير ديال هذه الوصفه الرائعه جدا. والان اعزائي عزيزاتي غادي نمروا للمقادير ديال الوصفه نتاعنا تاع اليوم. اذا شنو كنحتاجوا في المقادير ديالنا؟ عندنا هنا 300 غرام ديال الكفته مشغمله وكورتها الى كويرات صغيره. عندي 3 ديال الجبن كما بغى يكون اللي عندكم في المنزل، 3 ديال الجبن مثلث الى معلقه كبيره نتاع الزبده الحيوانيه. عندي واحد طاسه ديال صوص طوماط اللي هي منزليه غير مطيشه وكنطيبها وكنطحنها، ديجا جربتها معكم درتها معكم في القناه. فيها معلقه ديال الابزار ومعلقه ديال الكمون ومعلقه ديال الفلفل الاحمر الحلو ونص معلقه ديال الملحه. عندي الثوم، عندي القشده الطريه مع 3 ديال الفخوماج مثلث كذلك ونيتان، هذه غنحتاجها للتزيين نتاع الاكله ديالنا. بالنسبه للعجينه عندنا 2 كاسين ديال دقيق اللوز، وعندي كاس ديال دقيق الكوك، وعندي واحد بيضه وقليل من بودره الثوم وقليل من دقيق الكرات، وهذا ما كان ومليحه. اذا الان غنمر الى طريقه تحضير الاكله ديالنا التركيه. الان حطيت هنا الدقيق اللي عندي، نحاول نخلطه بيدي بعد ما نكون غسلنا مزيان ايدينا طبيعه الحال. اذا على بركه الله بسم الله غادي دائما البيض هرسو خارج الاطار، خارج يعني الدقيق ديالكم، باش الا كانت خاسره ما تخسر لكمش الدقيق ديالكم. وغادي ندير هاد 3 الجبنات، وغادي واحد الطريف ديال نبدا غير بجوج طريفات نتاع الزبده ونبدا نجمع. انا عزيزتي من بعد ما جمعت العجينه هنا طلقتها هنايا، نتمنى انها تكون كتبان لكم. فوالا هي كتبان لكم دابا مزيان. اذا شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نقطعوها الى مربعات صغيره هكذا باش ما يجيوش كبار بزاف، ومن بعد الى هكا كذا، ونبقاو مع العجينه ديالنا حتى نساليوها كامله. جاتني شويه كبيره نقطع هكا شي جعبر واحد فوالا، وهذه غادي نشركو مع العجينه نبقى معها هكذا حتى نسالي كاملين. اذا كندير الكويره ديال الكفته ديالي هنا وكنحاول نجمعها كومسا، كنقرصها كيجي بحال الشكل ديال لي بات، كتصايبوها مزيان البنات هكذا. شفتوها كي كتجي بحال المملحات، كنكونو ديجا درنا الصيني دهناه بسميتو بالزبده، ونبقاو على هذا المنوال حتى نسالو الكويرات ديالنا نتاع الكفته كاملين هكذا، كيجيو بحال شكل ديال المملحات هكذا. شفتوها صافي، وغادي نحطها نبدا من هنا ونبقى غدا المربعات ديالي كاملين. كطيب وكتقرمش يلا، حيت غنسالي لو بلا ديالي ونوري لكم. غادي ندهن الشيش برك نتاعي بالزيت البلديه من الفوق
باش يتحمر لي مزيان. بالنسبة للبطرني زدت البسيليوم واحد المعلقة صغيرة ونص، اللي ما عندوش ما كاين لاش يزيدها، اللي عنده يديرها. تعرفوا الناس الكيتوني راه كيديروه، متوفر عندهم بالنسبة للناس كيتو. وبالنسبة اللي ماشي كيتو، هاد العجينة نتاع اللوز غادي ديروها بالدقيق الفرص وتعجنوها كي عجنتها انا الطريقة اللي درت لها انا. صافي دابا الان غادي ندخلها للفرن طيب تحمر. وانتوما معايا بالنسبة للبسيليوم، هو هذا اللي ما كيعرفوش بسيليوم، كيشد لنا العجينة وكيرجعها مطاطية. وبالنسبة غنوري لكم كي كيكون الداخل، هذا كيتشرب باغ انترنيت، كيتشرب باغ انترنيت وكيشد لنا العقدة نتاع اللوز ديالنا، كيردها مطاطية احسن. اذا شي شبارك ديالنا ها وجد، او المانتي ديالنا ها وجد، غندخلو الفرن. عزيزاتي احنا كملناهم، عزيزاتي اعزائي كملنا الشيش بارك ديالنا او المانتي ديالنا. غادي ندهنو بزيت البلديه وغادي ندخلو للفرن يطيب حتى يتحمر مزيان، عاد نسقيه بلاصوص طوماط. اي غادي نطيب لاصوص ديالي، ديك الزويته البلديه اللي شاط لي هي اللي غنديرها هنا. وغادي نطيب لاصوص ديالي عاديه بحال كي كطيبوا الشرميله بالطوماطيش. فيها كل شيء، غادي نخليها تشرب مزيان طيب. اصلا هي طايبه غير باش نسخنها وتعقد شويه. صافي غادي نخليها تغلي وصافي. هادي هي اللي غادي نسقي الشيش بارك ديالي بها. صافي نخليها تغلي وصافي، فيها كل شيء القوام. وبالنسبه لهاد لاصوص اللي غادي نديرها الفوق، القشده الطريه والفخوماج، غادي نحك فيها واحد الدرس ديال الثومه اخضر زوين. نتوما يلا خرجتو من الفران، نتمنى تشوفوه كتكون كتشوفوه. اي شتو كي محمر. دابا غادي ندير فوق منه لاصوص وشويه ديال الفخوماج والقشده الطريه. اذا غادي نحاول كونسا كيجيو بحال شكل ديال باط. هذا ايضا معقوده، انا دائما كنقول لكم راني كنحكو كنديرو في الفران، كنديرو في الثلاجه في الفران. اذا غندير له هكا شويه. يا لالي، وعندي الفخوماج اللي فيه داك التوابيب قوده، حتى هو محكوك هنايا باش يجي من السم. بهذه الطريقه كيكون عندنا اكله كيتونيه، شويه الموتزاريلا. اذا دابا غادي نردها للفرن طيب، غير تحمر شويه من الوجه ونحيدها. وحنا المانتي ديالنا الكيتوني واجد. وها هو الشيش بارك ديالنا احبائي حبيباتي، وجد طاب غزال بطريقه كيتونيه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تكونوا تبعتوني من الاول حتى الاخر باش تعرفوا الطريقه. اذا غادي نذوقوا معكم. بسم الله. كيجي رائع، انا غادي ناكلو بحال الشكل ديال لي بات معمرين باللحم. هانتوما اعزائي،
نتمنى يكون كيبان لكم غزالي محمرين معمرين بالكفتة. غزالين البنات نتمنى تجربوهم. بسم الله. رائعة صراحة، هائلة بزاف، بحال اللي كناكل لي بات نتاع اللوز. واحد المذاق رائع جدا. حتى اللي ما كياكلش الكيتون نتمنى تجربوها الطريقة الكيتونية باش تشوفوا المذاق اللي فيها. رائع وصحية بالدرجة الأولى، وغنية غنية 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 بالفيتامينات، رائعة جدا. إذا ما عليكم إلا تجربوا هذه الوصفة، الشيش بارك أو المانتي التركي. نتمنى هذا الفيديو نتاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش غتلقاو جميع المقادير في صندوق الوصف في الاسفل، وما عليكم غير تشيروا لنا باللايك وتنضموا للقناه ديالنا، ونكونوا فرحانين وشاكرينكم بزاف، ونكونوا ان شاء الله دائما عند حسن الظن ديالكم، لا انا ولا الاخت ديالي ان شاء الله. الف مرحبا بكم في القناه ديالي، والناس اللي تنضموا الينا الجدد مرحبا بكم عندنا، الف مرحبا بكم عندنا على الراس والعين. نتمنى ان كلشي الفيديوهات ديالنا يكونوا كيعجبوكم وكتستمتعوا نتوما كتشاهدوهم. اذا بهذا الى هنا نكون انهيت الفيديو نتاع اليوم، ونقول لكم مع السلامه.